العلوم. مارك يعمل في مجال الابتكار التكنولوجي، اعتاد على التعامل مع غيره من الباحثين، لكن مهمته اليوم مختلفة تماما. لم يسبق لي إعطاء دورة في الشارع، لكني أتطلع قدما إلى المزيد. في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا يعيش 16,000 عالم وباحث. المدينة تعرف أيضا بأنها مقر لشركة إيرباص الأوروبية. للتعريف بالعلماء والباحثين الموجودين في المدينة، انطلق مهرجان جديد للعلم هذا العام يسمى نوفيلا، بين 27 من تشرين الأول. نحن الآن في مكان عام، الناس يأتون مع أسرهم وأصدقائهم ويمرون عبر مؤتمر قد يستمر لنصف ساعة، نركز فيه على التاريخ والفيزياء وغيرها من المواضيع. من أبرز ما قدمه المهرجان هذا العام كان الديو الذي قدمه مؤد في الهيب هوب مع إنسان آلي. في الهيب هوب لديك بعض الرقصات الآلية، فقررنا تقديم رقصات يؤديها الروبوت حتى نرى النتيجة على المسرح. والسبب هنا هو أننا في مجال دراسة الإنسان الآلي نحاول أن نكتشف كيف بإمكاننا تحريك الروبوت وكأنه كائن بشري. يأمل العلماء تقديم الجانب المريح من عملهم على أمل أن يتمكنوا في العام المقبل من استقطاب مزيد من المبدعين.